اليوم تو اكتشفنا جثته مرمية على سور الشفل، جناحه هذا من الداخل. لما نجتاحوا منطقة الشفا، احنا هنا ساكنين قبال المقبرة اللي فاخروها الجديد، فاقتحموا علينا الدار بعد تقريبا ثاني يوم صباحا الساعة 8 الصبح. فكان هو نايم على السرير لأنه كان ظهره مكسور ورجليه ركبه ما بيقدرش يقف عليها. فلما كل اللي في الدار نساء وأطفال وأخوتي وهو طبعا، فهو طلعوه عشان سنه وما شلحوش للأمانة يعني، ولكن بهدلوا كل اللي في الدار، فطلعوا النسوان على شقة والرجال على شقة. بعد هيك طلعوا النسوان قالوا روحوا على الجنوب، وطلعوا هو كان معاه عديلة من دار أبو دلو عندي قاعد، عمره 75 سنة برضه عشان سن كبير طلعوه، وكان جوز أختي عمره تقريبا 65 سنة برضه طلعوهم. الثلاثة طلعوا مع بعض، فكان يومها شتاء والشارع لاصة كله، ما قدرش يمشي الحج، فسبوه قالوا للجيش للي معاه اللي هو عديلي وجوز أختي سيبوا وروحوا، وهددهم بإطلاق النار عليهم إذا بدهم يضلهم عنده، وسبوه جاروه هم اليوم، ومن سيتها لغاية اللحظة هذا وإحنا بندور عليه.